مع الشباب في الصالة بالدور الأرضي، وهيئة اتحاد الطلبة في أغلبيتهم من الإخوان في الدور الأول ومعاهم بنات الأسرة. كانت توفر للجماعة فوق كل الخدمات، ونحن لا أحد يسأل عنا، حتى أنهم منعوا الماء عنا. فدار النقاش بين الحاضرين واحتد أبو محمد جاسم القطامي، وكادت تحدث خناقة. وعندما رأت إدارة الاتحاد أن الجو يكاد ينقلب ضدهم، منعونا من دخول المقر معتمدين على تأييد السفارة لهم، فانتقل نشاطنا إلى المقر الذي وفره إخواننا المصريون لنا في جمعيتهم. أكيد أنت كنت على اطلاع بما جرى، شو اللي صار بالضبط؟ لا طبعا دكتور خطيب يعني قامة سياسية ما حد يقدر يعني يتكلم عنها، ويعني فضله في تأسيس الدستور الكويتي. لكن دكتور خطيب أظن قال هذا في كتاب طلع في مذكرات، في مذكرات مذكرات هذا مع الكويت من الدولة إلى الإمارة مليء بالمغالطات. ما أعرف مشكلة اللي كتبه مع الدكتور ساعدو، ما أدري مشكلة الذاكرة، لكن أكيد الكلام هذا أكيد غلط 100%. أنا أقول لك اللي صار في بداية الغزو، تيمعوا الكويتين بالاتحاد طبيعي، يعني قلت لك المؤسسة الوحيدة اللي منشأة شعبيا في لندن كانت اتحاد طلبة، وعندهم بيت من زمان من سنين أيام ما كنت أنا طالب بالثمانينات، أجرته السفارة، تدفع أجارة السفارة ومكتب الاستثمار الكويتي، وهذا مقر اتحاد طلبة يعني من سنين من عمر. فصار تجمع اللجنة الكويتية العليا فيه باعتباره مؤثث وجاهز، زودوا شوية يعني تجهيزات كمبيوترات وكاميرات وغيرها. وكان يستقبل الجميع؟ أي واحد من الرجال ولا مثل ما قال الدكتور مسيطرين عليه الإخوان وبالتالي فقط مجموعتهم الموجودة حسب كلامه؟ لا لا لا، هذا كان مقر اللجنة الكويتية العليا. لو تشوف تشكيل اللجنة الكويتية العليا يعني ما تقول إخوان، في منهم ناس انتمائهم إخوان مثل رئيس اللجنة عبد الرحمن العبيدلي، مثل بدر الناشي، لكن البقية اللي من الأسرة الحاكمة، اللي من السواح اللي انضموا، ناس من الطلبة الموجودين، يعني خلطة أسماء موثقة يعني. فكلام الأخوان ما الأخوان هذا أعتقد دكتور الخطيب يعني مرات شوية يعني تحمس الله يذكره بالخير. لكن اللي صار إنهما لما يو في الدوانية صار كلام واحد من الشخصيات اللي كانت بصحبة دكتور الخطيب، وأظن الله يرحمه جاسم القطامي، هو ذكرنا أنا وجاسم القطامي كنا أي، وهذا اللي ذكره عثمان الخضر، ذكر عثمان الخضر بكتابه، إن في معرض حديثهم عن يعني التذمر من اللي حصل بسبب الغزو، كان توه كان الغزو في بدايته، إن يعني يا ليت الكويت حكومة الكويت صايرة مرنة مع العراق ومتنازلة حق العراق عن الجزر المختلف عليها. أي جزر؟ اللي تكلم عن بوبيان وتدري الحدود اللي هناك بين وبين العراق، ان لو الكويت متنازله عن بوبيان حق العراق كان افتكينا، كان ما صار الغزو. هذا يقول كلام جاسم قطان، هذا الكلام نقلا عن عثمان. انا ما كنت موجود وسمعت روايه عن يعني عدد من الاخوه اللي كانوا بلندن. طبعا كلام كنا مثل ما تقول واحد براغماتي سياسي براغماتي، انه والله ليش ما سوينا كذي، كان ما صار لنا كذي. طبعا هذا رأي وجهة نظر يعني صار عليها ضجة، الشباب يغلون البلد تحت الاحتلال، شنو الطرح هذا يعني كأنه تأييد وجهة النظر العراقية اللي مبرر للغزو. فصار كلام صوت عالي في الديوانية مالت اللجنة، تدخل وحسن الموضوع كان دكتور أحمد الهولي، كان هو عضو باللجنة الكويتية العليا. هني دكتور أحمد الخطيب شنو كان موقفه؟ ما أعرف، كان حاضر مع جاسم، بس فعلا احتد صار نقاش قوي. فأحمد الهولي قال يا جماعة هدوا، ما يصير، ما نسمح حق هذا النقاش في الوقت، مو وقت بلدنا تحت الاحتلال، نقعد نتخانق ونختلف، هذا مو وقته.